مودع يحتجز رهائن في فيدرال بنك الحمراء. عصي آلية دعم المستلزمات الطبية خاطئة. أهالي شهداء المرفأ يدعون على 27 شخصية. الوضع يتفاقم في محيط محطة زابوريجيا النووية. أهلا بكم. من من الناس ليس متضامنا مع المحتجزين في المصرف؟ ومن من الناس يدين الرجل الذي اقتحم المصرف في الحمراء؟ فحمراء هي العين من كل المسؤولين الكبار في المصارف وفي الدولة، فهم شركاء في جريمة منع استشفاء والد الرجل ومنع وصول الناس إلى ودائعهم. ففي الحمراء استنفار لمواجهة رجل اقتحم فرع فيدرال بنك حيث تحتجز أمواله التي تقول المعلومات إنها تفوق 200,000 دولار. المواطن هدد الموظفين بالسلاح واتخذهم رهائن قائلا إنه يريد الحصول على وديعته كاملة مهما كان الثمن ورافضا التفاوض في هذا الموضوع. إذن كما نشاهد في هذه الصور، تجمع عدد من المواطنين خارج فيدرال بنك في الحمراء وهم يتابعون عملية التفاوض مع الرجل الذي اقتحم البنك وهو يريد الحصول على كامل وديعته التي قالت المعلومات إنها وصلت إلى 209,000 دولار. لا تزال عملية التفاوض مستمرة في هذا الوقت. الرجل كما نشاهد حاليا في هذا الفيديو يحمل رشاشا حربيا وهو يتنقل به بين المكاتب، وقيل أيضا أنه يعني رش مادة البنزين بين المكاتب وهدد أنه سيحرق نفسه ومن في البنك في حال لم يتم التجاوب مع مطلبه. وطبعا حاولت يعني جمعية المودعين التدخل، ولكن طبعا هناك فريق واحد فقط يتولى عملية التفاوض في يعني هكذا في هكذا ظروف. أهالي المودعين أيضا أهالي الموظفين المحتجزين في البنك أيضا توافدوا إلى أمام البنك وهم بالطبع قلقون على مصير أبنائهم. طبعا سنكون بعد قليل مباشرة مع الزميلة تراز الخوري المتواجدة في منطقة الحمراء أمام فيدرال بنك لتطلعنا على كل تفاصيل هذه الحادثة، التي طبعا نأمل أن تكون يعني خواتمها سعيدة وأن لا يتعرض أي أحد لأي خطر أو لأي أذى. في أخبار النشرة، اعتبرت رئيسة نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية سلمى عاصي عبر صوت لبنان أن آلية الدعم الموجودة خاطئة وغير شفافة، وردت على كلام وزير الصحة الذي أسف لاستخدام الشركات المستوردة الضغط والابتزاز. لو كان في آلية واضحة شفافة من مصرف لبنان بطريقة الدعم كانت الدنيا بالخير. اليوم ما حدا بيعرف لا مين قبض ولا كيف قبض ولا قد قبض ولا عن شو قبض. الوزير بيقول بيندفع شهريا والشركات عم بتقول ما عم تقبض. نحن كنقابة علينا نسلم هيدا الملف للمعنيين، نبلغهم بالواقع وعليهم هن ياخذوا القرارات الثانية. ومن ناحية تانية عم بيتهمونا كأرباح، ما نحن لبنانية مثلنا مثل كل الشعب اللبناني. وين أموالنا؟ منا بالمصارف مثلنا مثل غيرنا. يعني اليوم كل المطلوب خلينا بقى ما نتأزف المسؤوليات. اليوم في واقع، إذا كانت هالإلية الدعم عم تنعمل نعلنا نقول هيدي الفاتورة اندفعت بتاريخ كذا عن هيدا لهيدي الشركة. اليوم الإلية الدعم الموجودة خاطئة ومنا شفافة.
تقدم أهالي ضحايا فوج الإطفاء في انفجار المرفأ بإخبار بحق 27 شخصية رسمية ومعنوية في موضوع تفجير المرفأ، مشددين على عدم إزالة أي اسم من الإخبار وقائلين: نحن نبحث عن الحقيقة في انفجار المرفأ ولن ننتظر حتى صدور النتيجة. المطلب الأول هو لجنة تقصي حقائق دولية، والمطلب الثاني هو أن الدولة والقضاء اللبناني يدعموا هاللجنة بأنه يوضعوا الملف والوثائق اللي توصلها القاضي بيكار لهاللجنة لتستكمل التحقيق وتصدر القرار الضامن. التقينا بمسؤولي الشؤون السياسية عندهم وأبدوا تفاعل ودعم كتير كبير لقضيتنا، وقريبا رح يزور السفارة الصينية، هيك منكون أسلمنا الدول الأعضاء الدائمين، وإذا لزم الأمر رح نتوجه للعشر دول غير دائمين مثل البرازيل وغانا الإمارات العربية المتحدة وغيرهم. كمان ندعم هالرسالة ونفرج إصرارنا عليها، أطلعنا عريضة إلكترونية تحت عنوان Justice for the Victims of the Beirut Port Explosion، بما يعني العدالة لضحايا تفجير مرفأ بيروت. تطرق نائب رئيس مجلس النواب اليسبو الصعب من قصر بعبدة إلى ملف ترسيم الحدود، وقال إننا على تواصل مع الوسيط الأمريكي أموس هوكستين. نحكى كتير بالإعلام كلام عن زيارتين للوسيط الأمريكي على إسرائيل من بعد اجتماعه مع الرؤساء الثلاثة بقصر بعبدة. الحقيقة هي أنه صار مثل ما الكل بيعرفوا أنه انتقل من لبنان بناء على المعطيات اللي أخذها من وراء الاجتماع، انتقل على إسرائيل، قعد اجتمع مع رئيس وزراء إسرائيل هيديك الليلة وما رجع مرة تانية على إسرائيل مثل ما عم ينحكى. نحن طبعا عم نتابع هذا الملف وعلى تواصل معهم بهذا الموضوع. اللي نحن منتبلغين ولحد هلأ ما له علاقة باللي عم تسمعوه بالإعلام، إن كان سلبي ولا إيجابي كله كلام إعلام، ما في شيء منه جدي لحد هلأ. وعن التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت قال أبو صعب: اليوم أو بكرة مفروض نحن نسمع جواب من المجلس الأعلى للقضاء. المجلس الأعلى للقضاء اليوم في عنده مرسوم استرده وزير العدل من وزير المال وبعته للمجلس الأعلى للقضاء لحتى يرجع يرفع تشكيله وفق المرسوم، اللي هو بيقول قد يكون هناك 11 رئيس غرفة ورئيس أول واحد، بما معناه من 12 شخص، مؤلف من 12 شخص اللي بألفوا الهيئة العامة. جواب المجلس الأعلى للقضاء بين اليوم وبكرة هو بيحدد المرحلة القادمة. إذا طلع المرسوم بتوازن في 12 عضو، نحن ما بنعرف مين بده يكلفه، مين بده يعينه، مين هن الأشخاص، لأنه هيدا استقلالية القضاء اللي بينحكى عنها نحن بنحترمها. ولكن اللي ما بنتفهمه وإن شاء الله ما يصير أنه ما يطلع قرار أو ما يطلع مرسوم جديد، ساعتها بدنا نسأل، بصير في علامات استفهام أنه مين المعرقل ولأي سبب. اليوم بالسياسة أنا هيدا الملف كلفت فيه من قبل فخامة الرئيس ونحكى عنه بالإعلام وتابعته مع دولة الرئيس بري، وأنا بعرف أنه اليوم بالسياسة إذا بينرفع هيدا المرسوم ما في عائق قدام توقيع هيك مرسوم، ولما يتوقع هيك مرسوم فيني أقول لك أنه الهيئة العامة بترجع تجتمع بتبت بالقضايا العالقة، يعني بنكون شفنا الحركة رجعت للقضاء ليكفي القاضي بيطار بملفاته، أو الهيئة العامة تبت بالدعاوى اللي هي بحق القاضي بيطار قدامها. نعود إلى متابعة قضية الرهائن في مصرف فيدرال بنك في الحمرة. تنضم إلينا مباشرة الزميلة تراز الخوري. تراز يعطيك العافية، ما هي المعطيات؟ هل ما زالت عملية التفاوض مع المواطن الذي يحتجز الموظفين في فيدرال بنك في الحمرة مستمرة؟ نعم بسام الشيخ حسين، ما زالت عملية التفاوض معه صعبة، والرهائن ما زالوا في الخارج محتجزين وهو يطالبهم بحقوقه وبالأموال اللازمة، وقيل لنا إن الأموال إن هناك عملية تفاوض معقدة تجري، لا سيما وأنه عمد إلى رش مادة البنزين داخل المصرف، وكان شقيقه أيضا يجري عملية
التفاوض، وهنا المودعون يطالبون بحقوقهم أيضا ويرفعون الصوت ويؤيدون بسام الشيخ حسين، ويطالبون أيضا بإعطائه الوديعة ريثما يتمكن من معالجة والده. وكان قد أكد لنا المحامي أيضا جورج خطار الذي يتابع عملية التفاوض أن هذه العملية معقدة، وأنه هدد بما لا تحمد عقباه في حال لم يتم إعطائه الوديعة كاملة، وهي تقارب $200,000 وما فوق، وشقيقه هو الذي يدخل إلى المصرف ثم يخرج بعض الشيء، وهو الذي يقوم بعملية التفاوض ما تزال معقدة وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني الذي ضرب طوقا أمنيا مشددا حول المصرف تحسبا من أي هجوم طارئ عليه من قبل المدعين، كما أكدت لنا القوى الأمنية، ووضعوا شريطا أصفر اللون ومنعوا الصحفيين أيضا من حرية التحرك، وكأننا حصرنا داخل منطقة معينة وقليل ما يمكن أن نشاهد ما يجري على مقربة من المصرف. تناز، هل من معلومات عن يعني وضع الرهائن داخل البنك، وضعهم الصحي؟ لا معلومات عن وضع الرهائن داخل البنك، فقط الموضوع التي يعني المعلومات التي توصلنا إليها هي معلومات من نعم شكرا للزميلة تراز الخوري، وطبعا يعني سنكون معها فور ورود أي معلومات جديدة. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الفاتيكان ما زال يراهن على رسالة لبنان التعددية. أهلا بكم من جديد. أكد السفير البابوي المونسينيور جوزيف سبيتيري اهتمام الكرسي الرسولي بوطن الأرز ومتابعة أوضاعه والحرص على استعادة سلامته وازدهاره، ولفت في خلال زيارته الرابطة المارونية لمناسبة انتهاء مهمته في لبنان إلى أن الفاتيكان ما زال يراهن على رسالة لبنان التعددية كواحة لحوار الأديان، وأكد أن زيارة البابا للبنان على أجندته وستتم عندما ما يراها مفيدة للبلد. دهمت قوة من الجيش منزل المواطن عين قاف في باب الرمل في طرابلس، حيث أوقفته وضبطت سلاحا حربيا من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخائر والمخدرات، وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص. مؤتمر اغترابي اقتصادي الأسبوع المقبل من أجل فتح نقاش مثمر بين لبنان المقيم ولبنان المغترب، هذا ما أعلنه رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم للبروفيسور نبيه الشرطوني في خلال مؤتمر صحفي عقده في نقابة الصحافة. نقف بظهور كجامعة لبنانية ثقافية في العالم أمام تلكؤ الدولة في تسليط طرقها لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية المستفحلة وإيجاد الحلول التي يستعيد منها المغتربون الثقة كي يستثمروا مجددا في لبنان، لأن استعادة الثقة وهذه وحدها كفيلة في استنهار الاقتصاد اللبناني. نتابع النشرة بعد الفاصل وفيها: تايوان ترفض نموذج بلد واحد ونظامين مع الصين. الوضع لا يزال يتفاقم في محيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية، حيث سقط العشرات بين قتيل وجريح من المدنيين الأوكرانيين في قصف روسي على قرية قرب المحطة التي أصبحت مصدر قلق دولياً. وعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرد على قصف روسي استهدف بلدة في جنوب شرق أوكرانيا قرب محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وأسفر عن مقتل نحو 14 مدنيا، محذرا في الوقت نفسه من كارثة شبيهة بتلك التي وقعت في تشيرنوبيل. ووجه زيلينسكي خلال خطابه اليومي نداء إلى الحلفاء بضرورة تزويد الجيش الأوكراني بأسلحة أكثر فتكا،
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم لمعالجة الأزمة المحيطة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، كما ذكرت مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن الاجتماع يأتي تلبية لطلب من روسيا. من جانبها أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن مديرها العام رافائيل غروسي، الذي يعتبر أن وضع المحطة خطير جدا، سيبلغ مجلس الأمن بالوضع من حيث الأمان والسلامة النووية في المجمع وفقا للبيان. مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى دعت روسيا لإعادة المحطة لأوكرانيا، وأضافت أن سيطرة روسيا المستمرة على المصنع هي التي تعرض المنطقة للخطر. رفضت تايوان نموذج بلد واحد ونظامين الذي اقترحته الصين في كتاب أبيض نشرته هذا الأسبوع، وأعلنت وزارة الخارجية أن الشعب التايواني وحده يملك حق تقرير مصيره. رأت تايوان أن الصين تستخدم زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان ذريعة لترهيب الشعب التايواني، وكان الجيش الصيني قد أعلن أمس أنه أتم بنجاح مهاما مختلفة حول تايوان بعد أسبوع من التدريبات العسكرية. وأفادت قيادة العمليات الشرقية بجيش التحرير الشعبي أن قواتها ستراقب عن كثب تغييرات الأوضاع في منطقة تايوان، وستقوم بدوريات بانتظام، وستواصل تنفيذ التدريبات العسكرية حتى تكون جاهزة للقتال. ودافعت وزارة الخارجية الأمريكية عن زيارة بيلوسي لتايوان، ووصفتها بأنها تستحق القيام بها قطعا، وأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح للصين بعزل الجزيرة. وأفادت بيلوسي في مقابلة ببرنامج توداي على شبكة NBC بأنه لا يمكن أن نسمح للحكومة الصينية بعزل تايوان، لن يحددوا من الذي يمكنه الذهاب لتايوان. يعاني جيران النيجر من عدم الاستقرار والقلق من سيطرة الإرهاب على منطقة الساحل الأفريقي، أما الأوروبيون فقلقون من زيادة تدفق اللاجئين إلى بلادهم. اختارت فرنسا النيجر قاعدة جديدة لمواجهة الإرهاب في منطقة الساحل، فالاستقرار في النيجر يساعد القوات الفرنسية على مراقبة الحدود مع ليبيا، مصدر تسليح الجماعات الإرهابية ومكافحة الهجرة غير الشرعية. في هذا الوقت يزداد النفوذ الروسي في الساحل الغربي الإفريقي بعد أن حلت شركة فاغنر الروسية مكان القوات الفرنسية في مالي بعد توتر العلاقات بين باريس وباماكو. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار في تموز الماضي الكاميرون وبنان وغينيا، متعهدا بتجديد التزام فرنسا بالأمن الإفريقي حتى مع مغادرة جنودها مالي. وتعمل الوكالة الفرنسية للتنمية على زيادة استثماراتها في النيجر من 100 مليون أورو إلى 150 مليون كقروض ومنح، كما تمول فرنسا مشاريع كالكهرباء والري وإيجاد عمل للذين انضموا للجماعات الإرهابية. ماذا الآن في أخبار الرياضة مع رومان طنوس؟ بداية أخبارنا الرياضية بخسارة فريق الصفاء مباراة الودية أمام فريق سبورتينج بنتيجة 3-0 على ملعب نادي النجم بالمنارة. محليا أيضا وقع على كشوف فريق الصفاء اللاعب الفلسطيني أيمن أبو صهيون قادما من نادي شباب البرج. إلى ذلك أعلن نادي جوفنتوس الإيطالي عبر صفحته الرسمية على تويتر عن تجديد عقد لاعبه نيكولو فاجيولي حتى عام 2026. كما وأكدت شبكة سكاي أنه لاعب نادي إينتراخت فرانكفورت الصربي فيليب كوستيتش راح يوقع مع نادي جوفنتوس مقابل 15 مليون يورو. كما أعلن نادي أولمبيك مارسي الفرنسي التوقيع رسميا مع النجم التشيلي أليكسيس سانشيز على عقد لمدة سنتين. ومننتقل للدور القطري، تعاد الغرافة والوكرة 1-1 على استاد خليفة الدولي. إلى نشرة الأحوال الجوية. الجو اليوم غائم جزئياً والحرارة بتتراوح بين 26 و31 درجة، بينما بتنخفض بشكل بسيط بالداخل وعلى المرتفعات، وبيتكون الضباب بشكل كثيف على الجبال مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة بالمناطق الجنوبية. سرعة الرياح بتوصل لـ 19 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة بتسجل 66%.
غدا الجمعة الجو قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل للح تتراوح بين 26 و30 درجة. أما يومي السبت والأحد نشهد استقرار بدرجات الحرارة اللي بتبقى دون معدلات الشهرية لشهر آب، ويوم التنين مزيد من الانخفاض بدرجات الحرارة للح تتراوح بين 26 و29 درجة. النشرة انتهت، طبعا سنكون مع نقل مباشر لكل مستجدات ما يحصل في منطقة الحمرة من احتجاز رهائن موظفي بنك فدرال بنك في الحمرة من قبل مواطن يريد الحصول على كامل وديعته، ويمكنكم أيضا متابعتنا عبر موقعنا vdl.me، مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا Voice of Lebanon 100.5 وعلى الابليكيشن. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.